الأخ عبد العزيز من السعودية، تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله. أريد أدخل في الموضوع مباشرة بالنسبة إلى موضوع الحد وإثبات الحد. عقيدة أهل السنة أن الله ليس له حد. وقال الإمام الطحاوي في عقيدة الطحاوية التي تمثل عقيدة السلف، تعالى الله عن الحدود. وعقيدة الإمام الطحاوي هي عقيدة أبي حنيفة وأبي يوسف من أئمة الحنفية وأئمة السلف. فهؤلاء الذين يثبتون الحد، أهل السنة بريئون منهم. جزاك الله. وهؤلاء الذي ذكرت أسماءهم قبل قليل، وحاشا الإمام ابن المبارك، أرجو أن نحن في هناك كتب من أهل السنة تحققوا من صحة الكلام المنسوب إلى ابن المبارك وأثبتوا بطلانه. أيضا بالنسبة إلى بعض الكتب الذي ذكرها السيد كمال، قد مثلا كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، هذا سنده مكذوب، هذا الكتاب لا يصح عن الإمام أحمد، وكذا الرد على الجهمية للإمام أحمد، هذا أيضا مكذوب على الإمام أحمد. والإمام أحمد رد على الجهمية، لا يعني يحتاج دليل هذا الكلام. الأخ اللي يقوله يعني أخي العزيز، لا اسمحوا لي كلمة واحدة، كلمة واحدة أخي العزيز اسمحوا لي. شوفوا أنا بيني وبين الله الآن، كاحتمال أنت تذكره تقول كتاب سنة مكذوب أو كتاب الدارمي مكذوب أو الدعوة لابن المبارك، بيني وبين الله جزاك الله خير، ابعثوا على موقعنا هذه القضايا التي توجد بأيديكم حتى نتثبت إن ثبت واقعا ما تدعيه أخي العزيز. واقعا نحن نأتي هنا ونقول أن هذه الكتب مكذوبة على هؤلاء، ولكن هذا لا يضر البحث شيئا كما تعرف أخي العزيز. أنا أعرف يا شيخ كمال أن هذه الكتب معتمدة عند السلفية، هذه الكتب معتمدة وتحتج عليها، لكن عند أهل السنة نحن نقول حاشا الإمام أحمد أن يقول هذا الكلام. وهناك كتب لعقيدة الإمام أحمد بن حنبل صحيحة، مثلا اعتقاد الإمام أحمد لأبي الفضل التميمي، أتمنى أن تعرض هذا الكتاب وتقارن بين العقيدتين. وأيضا هذه العقيدة المنسوبة للإمام أحمد الموجودة عند في الكتابين اللي عندك، الرد على الجهمية وكتاب السنة لعبد الله، هؤلاء الكتابين سندهما ليس صحيح. أما صحيح أن الدارمي له هذا الكتاب وهو سنده صحيح. الدارمي نحن نقول أنه يعني مال إلى الحشوية، وأيضا برده على المرسي بشر المرسي. طيب. أيضا بالنسبة للإمام الذهبي، الإمام الذهبي نفى الحد في سير أعلام النبلاء في كتابه، أنت قرأته قبل قليل من كتاب العلو للعلي الغفار في كتاب الإمام الذهبي. الإمام الذهبي نفى الحد في سير أعلام النبلاء. في أول بداية الإمام الذهبي تأثر بكلام ابن تيمية، ثم في آخر حياته مال إلى التفويض ونفى الحد في سير أعلام النبلاء. يعني حتى نكون جزاك الله خير. واقعا أنا أشكر هاي المداخلة القيمة، لأنه هذا يكشف عن أنه هذه نظرية الحد مو عددهم أيضا مو 30، تبين عددهم لا يتجاوز 10 أشخاص. جزاك الله خير. ولحظة، وأهل السنة والجماعة يعني هم أهل يعني هم الأشاعرة والماتوردية وفضلاء الحنابلة كابن الجوزي وأبو الفضل التميمي وغيرهم. يعني هذا أريد مداخلة وأذكر كما حديث، لأن الآن للأسف هناك بعض السلفيين يعني ليس العامة السلفية لا يعرفون هذه الحقائق. وأنا أشكرك شكر يعني جزيل أن يعني تنور للناس ما حقيقة هؤلاء في التجسيم الذين لا يفتحون هذا الباب أبدا في قنواتهم، دائما يتحدثون عن الشرك والتوسل وغيره من الأمور الفرعية جدا، ويتركون هذا الباب المهم جدا في يعني معرفة الله. حياكم والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا عندي تعليق على تفضل سامح حسين. واقعا جزاك الله خيرا أولا على هذه المداخلة القيمة، وأولا وثانيا هذا الذي أنتم عرفتم أننا قلنا مرارا، واقعا هؤلاء ليس أهل السنة والجماعة، وهذا تفضل هذا الأخ العزيز من أهل السنة والجماعة الآن تكلم بشكل واضح وصريح أنه حتى بعض هذه الأسماء التي يحاول
أتباع ابن تيمية وأتباع السلفية الحديثة وأتباع محمد بن عبد الوهاب أن يموهوا على الناس أنهم يقولون بالحد. الأخ العزيز يقول بأنه لا الذهبي منهم ولا أحمد ولا, ولا أحمد بن حنبل منهم ولا عبد الله بن أحمد بن حنبل منهم، هذا يكشف. ومع ذلك يخرجون على الفضائيات ويموهون. أنا أتصور أول من يموهون عليهم هم أتباعهم، واقعنا أتباعهم الذين يبحثون عن الحقيقة ولكن يتصورون أن علماءهم يصدقون عليهم وفي الواقع يموهون عليهم، يدلسون عليهم، يكذبون عليهم عندما يقولون نحن أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة براء من هؤلاء كما هو واضح من كلام الأخ. أحسنتم كثيرا. نعم، والواقع أن سماح سيد ليس فقط يبين حقيقة الله بل يريد أن يبين حقيقة الله، يعني كما عرف أهل البيت وكسيتضح إن شاء الله تعالى شاء الله في الحلقات القادمة. نعم.